السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن السامسونج جالاكسي A72. بس خليني أفكرك الأول، لو أنت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وما تنساش تدعمنا بلايك. شكرا لكم. لو عندك أي استفسار لأي موبايل سيبهولي في كومنت وإن شاء الله هرد عليك. بدأت بعض الشركات في نزول النسخة الـ 5G في مصر، زي مثلا شركة أوبو اللي هيكون منها الجهاز الأوبو الرينو 5 الـ 5G. النهاردة هنتكلم عن السامسونج جالاكسي A72. شركة سامسونج أعلنت عن تليفونها الجديد اللي هو السامسونج جالاكسي A72، واللي ما تمش لحد دلوقتي ميعاد نزوله في مصر، لكن النهاردة هنتكلم عن بعض مواصفات مميزات وعيوب وسعر الجهاز. الأول، خامات الجهاز من البلاستيك من مادة البوليكربونايت. الجهاز بيجي بالكاميرات الخلفية، الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، الكاميرا التانية هتكون بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، والكاميرا التالتة هتكون بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الرابعة هتكون بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. أما بخصوص تصوير الفيديوهات للكاميرا الخلفية هتكون بدقة 4K. اما من حيث شاشة الموبايل، فالموبايل بيجي بشاشة من نوع سوبر اموليد بمساحة 6.7 بوصة مع بصمة مدمجة في الشاشة. اما بخصوص الكاميرا الامامية للجهاز، الجهاز الكاميرا الامامية بتيجي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وبيدعم تصوير الفيديوهات للكاميرا الامامية بدقة الفول اتش دي. الجهاز بيجي بسمك 8.1 ملي. تصميم الجهاز مش هيختلف كتير عن السامسونج جالاكسي الـ A71، لكنه هيجي ببعض التغيرات في المعالج. المعالج هيكون من شركة كوالكوم سناب دراجون 750G. ده بخصوص النسخة الـ 5G. اما بخصوص النسخة الـ 4G فهيجي بمعالج سناب دراجون 720G مع نظام التشغيل الجديد اللي هو الاندرويد 11. اما من حيث السعر المتوقع للسامسونج جالاكسي A72، النسخة الـ 4G المتوقع انه هيكون في فئة 7000 جنيه، اما النسخة الـ 5G المتوقع انه هيكون في فئة 9000 جنيه. دي كانت بعض المعلومات الاساسية للسامسونج جالاكسي A72. فلو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. لو عندك اي استفسار اكتبلي في كومنت وان شاء الله هرد عليك. شكرا لكم.